ماما. يا وي رايحة؟ رايحة لعند رفقاتي. أنا وحدة فيهم؟ إذا أبوك ما بيسألني أنت عم تسألني؟ أبي شكل وأنا شكل. كيف يعني؟ يعني عادي معي شوي لحتى أقول لك كيف يعني. ما معي وقت، قل لي شو بدك. بدي أقعد معك، ما بصير يعني حرام؟ ماما، إذا منشان خطبتك أنا قلت لا، مو منشان خطبتي، منشان موضوعك أنت. إيه، فهمت عليك. قصدك منشان موضوعي أنا وأبوك. قصدي موضوعك أنت ويامين. يامين ابن لولو خانو. صدمتك؟ ليش لأنصدم؟ يعني هيك حسيت. شو بو يامين؟ أنا عم بسألك، شو في بينك وبينه؟ يا عيب الشوم عليك. انت وياه من كام يوم كنتوا عم تتعشوا سوا. ما حدا قال لي، انا شفتكم. وانا ما حبيت اقول لابي ولا قلت لحدا من اخواتي. قلت خليني افهم منك بالاول. ويوم اللي كنت قاعده انت ونورمان وربيع والولاد واخذتك على جنب لحتى احكي معك حديث خاص، هذا كان الحديث الخاص. بس انا استحيت منك وغيرت الموضوع. بس بعرس مؤيد من كتر ما كان عم يتطلع فيكي وتطلعي فيه ما عاد فيني اسكت. مو صحيح هالحكي. ماما يامين ما شال عيونه عنك. بيعتبرني مثل امه. ما دام بيعتبرك مثل امه، ليش ما كان عم يتطلع بامه؟ هلا انت شو اللي بدك اياه؟ بدي اعرف ليش لحتى تطلعي تتعشي معه؟ كم مرة صاركم عم تطلعوا سوا؟ هاي المرة الوحيدة ما في غيرها. افرضي بابا شافك. حتى لو شافني أنا ما عم بعمل شي غلط. ما عم تعملي شي غلط؟ طبعا. وإذا بدك تقول لأبوك ولأخواتك قول لهم. طيب فهميني. شو بدي فهمك؟ إذا أمه بتعرف إني طالعة أتعشى أنا وياها. كمان؟ فؤاد! طيب أمه ليش ما كانت معكم؟ ليش ما طلعت معكم على المطعم؟ لأنه أساس الجلسة اللي بيني وبينه ما لازم أمه تكون موجودة معنا. عربي لي يا هاي، ما فهمتها. لولو خانم طلبت مني إني أعزمه على العشاء منشان أحكي معه لحالنا بدون ما هي تكون موجودة. تحكي معه بشو؟ يا من صاير عم يعذب أمه كتير، مصروفه زيادة ورفقته مو مناح، عم يطلعوا يسهروا برا كتير. بحكم صحبتي مع أمه لأنه ابنها بيحترمني طلبت مني إني أنصحه. هذا اللي صار. لا والله مو هذا اللي صار. غيره شو بتحب تعرف؟ بدي أعرف قبل النصيحة ولا لا؟ قبلها، هيك وعدني. ونظراته إليك بالعرس، لك عيونه كانت عم تاكلك اكل. هلا هو بيرضى حدا يتطلع بامه هيك؟ بدك تساله؟ لا، بدي اسالك. انا ابدا ما لاحظت انه عم يتطلع. بعدين حتى لو كان عم يتطلع فنظراته بريئة. بريئة يا شكاك. لوين رايحة؟ لعند لولو خانو؟ الله بسماه لأعرف شو بينك وبينه ولو اضطريت أقول لأبيك.